نورتني. فين في مصر الجديدة؟ سبع مرات. سبع مرات. جميلة إخيبتو، جميلة. جميلة إيه؟ إخيبتو. إيجيبت. مصر، مصر جميلة جدا، يعني هي حاجة روعة قوي. طبعا. بلدنا جميلة دي. إكسكيوز مي، أرد. ألو، إيه يا روشيل؟ انا يا حبيبتي شغال اله اللهم، انت عارفه يا روشيل موضوع هنا مختلف عندكم في مصر. انا كنت شغال تل ابيب نويبع، كانت الدنيا زي الفل، كنت بقفش اكتر من 1200 شيكل في 3 ساعات. انا بقالي 5 ساعات لسه راكب معايا زبون دلوقتي. يلا باي باي. معلش اسف على الازعاج. هيضايقك لو هعدي بس على حمايه اخده معانا؟ في مشكله؟ فين؟ حمايه بس هعدي اخده معانا. في طريقنا؟ اه. مستعجل؟ لا لا، في طريقنا، في طريقنا، مش هعطل حضرتك. مش لمخاء نختاري مختيبي لقاتي مخاي. ماشي تليفون تحت؟ تليفون تحت تليفونيتك على ابوك. شبه ابن عمك عيسى. انت عارف انت الشبه. نعم. بس لحظة، هو انتوا منين؟ احنا من تل ابيب. تل ابيب، ايوه. والهرم بتاعنا ومصر بتاعتنا. ايوه ايوه. ايه عندك شك في الكلام اللي انا بقوله ده؟ عند امك الكلام ده طبعا. بالراحة، بس انت ليه منفعل علينا كده؟ انت ده ضعف منك. مصري ضعيف. ضعف مني؟ مصري ضعيف. معلش معلش. على فكرة انا بكلمك وانا في قلب بلدك ومش قلقان. بالظبط، اديك قلت في قلبي ايه؟ في بلد. قلب بلدك. ايوه، في قلب بلدي انا. بص يا حبيبي، دور على اصلك هتلاقي نفسك بالاصل من حبيبي. على الاقل انا عارف عندي اصل، واصلي مصري اصيل. انتوا اللي ما عندكوش اصل. لو دورت على نفسك في التلة هتلاقي نفسك ابيب. ابيب ابيب بيب. ابيب ايه؟ انت اهلي بيب بيب زمالك مصري. لا لا حبيبي، انا مش ضايع. انا افهم ان احنا عندنا اهلي، عندنا زمالك، عندنا كل حاجه. مصر بتاعتنا، سينا بتاعتنا. لا وحياة امك. غلط. اقول لك ايه اللي بتاعكم؟ ما تزعلش مني. يا ريت. بلاش. بلاش ليه حبيبي؟ والله بلاش. اقول لك ايه اللي بتاعكم؟ ما تزعلوا مني. ضعف منك، بس انا هقول لك على حاجه. انت لو دورت في الاصل هتلاقي نفسك، لان انت نسخه. نسخه. اكزاكتلي. من حنان يا ابن عمي. حنان يا ابن عمي. لحظة واحدة. تخيل بقى إن أنت نسخة، نسخة من حنان اللي كان في بيت الدعارة اللي جنبينا. وماله يا حبيبي؟ لحظة واحدة. لحظة واحدة إيه؟ حنان يا بعت لي صورة على الواتساب عشان أوري الراكب اللي معايا صورتك ويعرفوا إن أنت شبه. حبيبي يلا بقى. ألو. ألو إيه يا حاتم، أنت فين؟ حاتم، بيكلم حاتم. بقول لك إيه؟ اللي هو عندنا. طيب بص. من الأصل اسمه خاتم. تعالى لي. ما تهدى بقى على حالك. اهدى على حالك. اهدى على حالك، هتتروق دلوقتي. عينيا يا بابا. طيب هبعت لك ام لوكيشن دلوقتي. آه. تيجي لي عليه عشان في اتنين عايزين يدفنوا هنا. يدفنوا؟ اه. يلا حبيبي، انت مش فاهم حاجه. يلا انت لازم تشغل دماغك. هشغل دماغي؟ آه. ده انا مش هشغل دماغي، ده انا هشغل ايدي عليكم انتوا اصلا. ده مش كويس. اه انت ضايع خالص. أنا ده مش في البلاله. طب بص قدامك يا بابا، بص قدامك. ويا ريت تركن لنا عند اي مكان هنا عشان اروقكم النهارده. حبيبي انت دلوقتي في مملكتي. على ارضي. على ايه؟ على ايه؟ ارضي. ارضي. ده انا على لك. انت بتتكلم بس زي ما بيقولوا المصريين. لا انا ما بتكلمش وبس. آه. انا بتكلم وبفعل. بفعل. اه بفعل. استنى بس هتعدل لك كده عشان ليله يعني اهلك زرقاء معايا شكلها انت والراجل ابو برنيطه ده. آه. يا عرر يا بلد خرجت يا بلد كلها وكلها من في بعض. انا هثبت لك حاجه يا حبيبي. ايدك جنبك. انتوا حراميه من زمان قوي. حراميه يا بلد. بلد ايه يا حبيبي؟ اهرامات بتاعتنا احنا اللي بنيناها. الاهرامات دي بتاعت امك. الاهرامات دي بتاعتنا احنا. ايد امك كان عنها. حبيبي ما تعليش صوتك لان ده ضعف منك. ضعف مني انا؟ طبعا. احنا اللي يا راجل انتوا حتى احنا الاغاني احنا اللي بنضرب وبنجري. اغانينا سرقتوها زمان. اغاني سرقتوا. اه قول لي اغاني ايه؟ اغاني ام كلثوم. اه ودارت الايام دي كانت ومش لخاره الايام. مش ايه؟ مش لخار. لا ما بتتقالش كده. مش الايام. اه اه
يا حبيبي ده مين دي؟ ام امك اللي قالت الاغنيه دي؟ انت ما تعرفش بس ايه ده؟ انت ما تعرفش ام كلثوم؟ ايدك جنبك، انت ما تعرفش ام كلثوم؟ انت تعرف؟ اقول لك اغنيه جديده محمد رمضان بيقول نمبر 1 دي عندنا منخر 1. منخر 1؟ طب ما عندكوش 1 1 1 انتوا كلكم 1 اصلا. طيب انت ضعف ضعف، انتوا كلكم مصري جع جع. انزل بس يلا، انزل يلا، مش نزول انت، انزل يلا على جنب، بقول لك انزل. انت تنزل من هنا بتأشيرة مني، انزل تأشيرة مني يا بلد، انزل لي يا على جنب. هوب اركل، لا هوب هوب دي يمين، هوب يمين، ولا ايدك جنبك، ولا مصري ايدك جنبك، ايدك جنبك، اوعى اركل لي، اركل لك، اركل لي، اوعى ايدك، اركل لي عشان خاطر ما اكسرلكش وش اللي جنبك ده، اركل لي بقول لك وش اللي جنبي، اركل لي. خلاص خلاص رجلي ايدي، احنا بنهزر معاك والله، احنا بنهزر معاك، بنهزر معاك. ايه؟ بنهزر معاك. ده انت هتشوف لما ننزل دلوقتي. ده مقلب والله، ده مقلب، انزل لي بس، ده مقلب. افتح الباب. مذيع ولا مذيع؟ مذيع، اتوكلوا على الله. مذيع. وزي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين، احنا دلوقتي نازلين في شوارع القاهره ومعانا اول ضحيه في حلقه السايكوباتي، ويا مسهل ورب نكون خفاف على قلبكم. ايوه تاكسي. ايوه مدينه نصر. وماله ست الكل، اتفضلي. مدينه نصر ان شاء الله. مدينه نصر، عينيا اول عباس، اول عباس يعني عند العين كده، اول عباس يا اسطى عند العين، مش عين بس، سين عباس. انت تشرح، انت ماشي بخريطه تشرح، انت اول مره تشتغل سوا ولا ايه يا ستي؟ اعتبريها اول مره. لا مش اول مره، انت كده تودينا في داهيه اول مره. يلا كده اتكل على الطريق، بص قدامك، اتكل على الله مش على الطريق. طب خلص، خلي بالك عشان انا مالك يا اسطى؟ في ايه انت؟ ايه مالك؟ في ايه؟ مفيش حاجه عادي، انت تعبان ولا حاجه؟ لا 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 الله يا ستي، بص قدامك وامشي. طب بص بس، بص ما انا باصص قدامي، بص قدامك وامشي. طب بص بس، بدل ما بص، بدل ما نروح نروح على الاسعاف، بدل ما خلي الاسعاف تيجي تشيل، حاول يا رب. في ايه مالك؟ في ايه يا اسطى؟ في ايه؟ في ايه يا اسطى؟ بس انت بص قدامك. طيب لا لا بص، حاول الله يا رب، ماله؟ في ايه ده؟ يا مدام انا باصص قدامي، ده مريض. لا 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 حول الله يا رب. عليكم السلام. خدني معاك يا صاحب النبي. اركب. بعد اذنك يا ستي، مؤاخذة اختي معاك. لا لا ولا يهمك يا ابني. مالك انت تعبان صح؟ تعبان يا صاحبي. بقول لك ايه؟ ايه يا صاحبي؟ روح في ايه؟ روح لمس عليك. استر يا رب. يا اسطى يا لا 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 بص قدامك، الله يكرمك يا ستي. ما انا باصص، ده يوم اسود يوم ركبنا معاك. لا لا بص قدامك، انا بتصحيني ليه؟ صح صح، ما تنامش. حضرتك بتصحيني ليه؟ بتصحيك ليه يا ست؟ يعني سيبك تموتنا يا ست. العربيه عارفه طريقها ليه؟ بني ادم عارف طريقه ليه؟ عليها عفريت بتمشي لوحديها يا ست؟ عليها اللي عليها، ما على اللي عليها. انت اللي عليك، انت مجنون، انت عليك كتير. عليا كتير. افصل شويه يا حوصل. بص قدامك يا اسطى، بص قدامك. اه ساكن انت كمان، بص قدامك. بس 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 يخرب بيتك، ما تلوم نفسك انت وهو. بس بص قدامك يا اسطى، اسكتوا الاثنين. بس بقى بس، اسكتي بقى. انا لا اسكت ولا انت تسكت. بص قدامك، بص قدامك. بس انا عارفك، بقول لك انت الثانيه بتاع سوق العبور. اتفضل سوق عبور، بلا سوق خرا. سوق بس قدامك، بص قدامك. بس بقى ايه؟ بص قدامك. مالها دي؟ ما انا بقول لك يا وليه، ما تفكك مني. فكك مني يا فعلا. بص قدامك. ايه ده يا اسطى؟ جايب امك معاك تضربنا يا اسطى؟ سوق وانت سايق. اول امي اللي هفك يا انت كمان. ما تزغديش عشان ما زعلكيش. خلص انت يا اسطى، بص قدامك. مش هتقدر. اقسم بالله هبعت اجيب السندباد. بقى تعمل اي حاجه. هبعت اجيب سندباد. بلا سندباد بلا زفت. يخرب بيتك، ما تجيب لك علي الدين. كلمني ده، انت مجنون زيه واسرت منه. انا عارفك يا ولية. انا مش عايز اعرفك سواء سواء ملايب ب 60 جنيه لما ركبت معاك. بص قدامك، بص قدامك. هصورك. يخرب بيتك. بص قدامك كده، انت مالك ومالنا؟ بص قدامك. انت بتزغودي. بس طيب يا لهوي. لا ده مجنون، ده مجنون تاني يا ابن المجنونه. بس 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 هات هات اكو. يلا وادي بس خلاص خلاص خلاص. احنا يا جماعه اسفين جدا جدا جدا، احنا كنا بنهزر معاك.
يعني نزيع ولا ما نزيع؟ اعزائي المشاهدين، ودلوقتي احنا نازلين بندور على ضحيه جديده من ضحايا الكريزي تاكسي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فين في الهرم يا باشا؟ شارع خاتم المرسلين. ماشي، خاتم المرسلين عند قاع السيد درويش. عند اكاديميه الفنون كده، عارفها؟ من شكلك فنيه. ان شاء الله عليك، ربنا يخليك ربنا يخليك. بس احنا يعني في المسرح وكده يعني على قدنا يا عم. ربنا يرزقك يا عم ويكتب لك. لا في ايه؟ يا باشا مش عادي. طيب ماشي، هو ممكن بس بسرعه شويه معلش عشان متاخر. بس ماشي باشا، انا ما اقدرش. زوبا بديها الاوردر بتنفذ لوحدها. طيب ماشي، بس برضه يعني سرع شويه، اديها اوردر ان هي تسرع شويه. معلش زوبا شدي شويه عشان الراجل مستعجل. يا ريت يعني. خلي بالك انا عارفك. عارفني منين؟ شكلك فنان. لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم ولا فنان ولا نيله، بس بالله عليك خف شويه. صباح الفل يا عم، ما تسيب الناس في حالها واتكل على الله. بس انا عرفتك وعجيبك. انا ماشي، عرفتني فين؟ بس انت فنان. باشا الله يكرمك يا باشا، انت نمت يا عم؟ اتكل على الله يا عم. يا عم ما انا متكل على الله يا عم، امال انا متكل على مين؟ انا لو نزلت مشيت ابقى اسرع من كده. الله يكرمك مد شويه. بس انا عرفتك وعجيبك يا عم. ما تجيبنيش يا عم، يا عم ما تجيبنيش. انا اخر، انا اول مره كنت تاكسي واخر مره. انا عجيبك بالمعظمه. ايه ده؟ انا جبتك المعظمه جابتك. هو بعين اقسم بالله انا عرفتك. يا انت تبع مين؟ لا لا لا، ما توقفش. على فين؟ اركب اركب. معاك في اي حته يا باشا. مالك؟ السلام عليكم. مالك؟ تعبان يا صاحبي يا عم. وماله؟ خد مني. احنا مسا عليك يا صاحبي. طبق. بتعملوا ايه يا عم انت؟ تعبان يا باشا. يا عم ربنا يشفيك. هو انا امك؟ انت بتعمل ايه يا عم؟ ما تقوم يا عم. انت عامل جلب ليه من ساعه ما ركبت العربيه؟ مستعجل والله، عندي مشاوير. لا اله الا الله، محمد رسول الله. انت جاي تسلم هنا في ايه؟ مالك يا صاحبي مالك؟ لا يا باشا ايدك جنبك، الله يكرمك. لا خلي ايدك جنبك يا باشا، خلي ايدك على الدركسيون كده واتكل على الله. خفها يلا خفها. روق على حالك. لا انا مروق، محدش عارف يعمل معايا حاجه. خليك منك. انتوا مجانين؟ طب تعالى يا صاحبي بقول لك ايه؟ ايه؟ انت بحبك يا نانسي. نانسي مين؟ انا بحبك يا عم. نانسي. مش نانسي يا عم، اوعى يا عم، اوعى يا عم، اوعى يا عم، اوعى يا عم. بحبك يا نانسي. انت رايح فين البنطلون؟ بحبك يا نانسي. اوعى نانسي، اوعى يا اخي. بحبك يا عمي. نانسي اوعى يابا. يا نانسي بحبك. لا بس نانسي بقى بلدك. ايه ده؟ طب ليه كده بقى؟ طب ليه كده؟ لا طيب احنا بنهزر معاك، احنا بنعمل معاك مقلب. لا مقلب ايه ده انتوا؟ احنا مقلب. مقلب مقلب ايه يا عم؟ لسه مفيش حاجه. كاميرا خفيه. كاميرا خفيه ايه يا عم؟ روح يا عم. روح. اسمحوا لنا نذيع الحلقه. ماشي نذيع. اعزائي المشاهدين، ودلوقتي احنا نازلين ناخد ضحيه ثانيه، كريزي تاكسي. خشب؟ اتفضل. اتفضل يا باشا. يكرمك يا ريس. فين يا باشا؟ في كوبري الخشب. كوبري الخشب عند مقهى كده. يا باشا تحت عمرك يا باشا. صباح الفل يا رجاله. صباح الفل. الناس هنا الحمد لله عارفاني على الصحة وعلى الجدع وعلى الجد وعلى السخانة. سخانة؟ انت منين يا باشا؟ يا عم احسن ناس يا عم، مجرها علينا يا عم. انت يا عم انا مش عارف مالك يا عم. غرف ده يا عم امشي، غرف ده يا امشي. عالم ما فيش حد بقى بيستحمل حد.
نعم يا اسطى. لا لا يا عم مالك يا عم ما انا ماشي. ضارب ايه انت ضارب يا عم ما توحد الله مالك انا موحد الله مالك انت في يا عم بس ضارب وايه طب ما تاخد بالك من كلامك وحاسب على اللي بيقع منك يا صاحبي مالك بس في طب ايه طيب ايه العصبية دي ولا ايه يا عم غير فني ده انت بقول الراجل اللي داخل يتكسر عليا اخرب بيت ام الاستروكس خفيف انت على فكره من اول ما ركبت خلي بالك انت مزاولني في حياتي انا مزاولك؟ اه والله تبع مين انت؟ تبع مين؟ اه تبع انت تبع الواد عبده مستورو طلع باين عليك اه عبده مستورو اه بقول لك ايه؟ ايه ده؟ معاك يا صاحبي؟ خد معاك السلام عليكم وعليكم السلام استأذني يا اسطى تقول لي اركب ولا يا عم الراجل ما الراجل هو شكله تعبان يا عم على طريقنا مالك هو يوم اسود باين عليه يا عم اسود ليه يا عم بتسود النهار ليه؟ ليه بتسود النهار؟ يا عم في ايه يا عم بتسود علينا النهار ليه يا عم؟ يا عم ايدك بس جنبك ايه ده في ايه؟ يا عم ده واحدة واحدة بس ايه ده؟ يا عم انت كنت برشمين بقى توحدوا الله كده واتكوا على الصبر شغل بقى بالجام بقى ولا حقن ولا ستروكس ولا ايه تعبان يا صاحبي خد يا صاحبي خد انا مسا عليك يا صاحبي اهلا مسا يا هو بقول لك يا صاحبي ولا ممكن تضربني الحرتين دول يا صاحبي يا عم طب اليوم المنيل اللي مش معدي ده انت شمرة حرامية بقى وبرشمجية يا عم ولا انت من اول مرة انت مزوجني ده يا عم بلا اهو بلا ابوه بلا اهو الله انت بتزغط في الوش تعبيط ياض انت وهو انت بتزغط في الوش ولا ايه شكلك مسرقين التاكسي لا ايه ها هو يا عم اتقل عليا بقى انت لا تعمل ايه يا عم اتقل عليا بقى انا هشوفك بالمعظمه دي معظمه ايه بالمعظمه يا عيال يا ولا هشوفك بالمعظمه انا جبتك ضرب ولاد دكرور ياض ده انا في شارع مصر يا ابني ده ده يا ابني اقعد اسمع الكلام اسمع ايه يا عم بوش اسمع الكلام اسمع الكلام بس ايه ده بس 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 اتقل بقى اتقل بس لا 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 ما تقلقش اوعى دي هي دي اللي انا عايزها هي دي طب اقول لك على حاجه سيبك من دي خلاص اوعى يا افتح الباب ده حاجه مفيش فتح باب انت يعني ايه مفيش فتح باب راجل برين صعد لا يا بابا اوعى بس ايدك دي كده بالاستروكس بحبك يا نانسي بحبك يا نانسي بحبك يا نانسي بحبك يا نانسي بس من نفسي نانسي انت فين يا نانسي ايه ده ايه ده احنا كنا بنهزر بس 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 احنا بنهزر معاك تقول لنا نزيع ولا ما نزيعش؟ لا زيع